الوحي من ممارساتنا السابقة منذ إنشاء الجمعية 2009 لغاية النهاردة، إن إحنا في وقت الانتخابات بنقف موقف الحياد، لأن لا يجب إن إحنا نبقى طرف في الصراع على السياسي ونفكك الجمعية. بعد بيستشعر من ده قرار سلبي يا فندم من الجمعية؟ لا، ده قرار إيجابي. ندعو الناس للمشاركة وعدم، وإحنا ضد المقاطعة، وإحنا بنحفز الناس على إن هم يزوروا صناديق الانتخابات ويقولوا نعم لفلان أو نعم لفلان. لكن هل القرار الإيجابي إن أنا أرشح واحد اثنين لازم ضروري؟ أنا مش جمعية سياسية، أنا مش حزب سياسي، بتصحيح حضرتك أهلية المفروض تعلن رأيها فقط. تصحيح حضرتك لقرار بعض الشباب إن هم يقطعوا العملية الانتخابية خالص، يعني حضرتك بتفسر ده بإيه؟ لا، إحنا بنطالب الشباب وجميع فئات المجتمع ألا يقطعوا العملية الانتخابية على الإطلاق، وإن لابد أن يذهبوا لصناديق الانتخابات، لأن في المقاطعة إفادة للأطراف التي تستهدفها الثورة. حضرتك شايف العملية السياسية، مستقبل العملية السياسية في مصر إيه؟ والله شايفها للأفضل في نجاح كلا الطرفين. طول ما الشعب بيراقب ثورته، العملية السياسية لازم تتطور للأفضل بس.